اهلا بيكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، مكملين معاكم حلقه النهارده من هذا الصباح، وده ميعاد وقفتنا اليوميه المعتاده مع بلاط صاحبه الجلاله، بنستعرض فيها بالتحليل اهم واخر عناوين الصحف الصادره في القاهره صباح اليوم. يسعدني انه يكون معايا في هذه الجوله الكاتب الصحفي بجريده الجمهوريه الاستاذ حسن الرشيدي. صباح الخير استاذ حسن. صباح الخير استاذ، اهلا بيك. خلينا نبدا من جريده الاهرام وخبر من صفحتها الاولى. السيسي يقول حريصون على ترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات، أبو العزم يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس الدولة. بعض القرارات اللي اتخذها الرئيس السيسي بتعيين رئيس لمجلس الدولة وغيرها من التعيينات، ماذا تقول وما هو تعليقك عن هذا الخبر؟ أقول إن الحمد لله إنه تم تعيين رئيس جديد لمجلس الدولة هو المستشار أبو العزم، بعد فترة حصل فيها نوع من اللغط حول ترشيح من والجمعية العمومية رشحت من. المهم صدر القرار وفقا لصحيح القانون، لكن في الحقيقة الرئيس بجانب هذا كرم رئيس محكمة الاستئناف السابق ورئيس مجلس الدولة السابق ورئيس مجلس الدولة السابق بتكريما بوسام الجمهورية من الطبقة الأولى. من الطبقة الأولى، ماذا يعني هذا التكريم؟ وده اتجاه صائب ورائع جدا، ما بيؤكد على احترام القيادة المصرية لرجال القضاء ورجال القانون. وهل هذا يعني أن التغيير أيضا كان يمكن الرئيس عبر من خلال هذين اللقاءين على أكد على حرصه على تطبيق القانون، وأنه حرصه أيضا على استقلال القضاء، وانه لا احد فوق القانون، وعلى سياده دوله القانون، يعني مجموعه من المبادئ الاساسيه. ولكن في الحقيقه احنا دائما الناس بتتحدث عن العداله الناجزه، احنا مقتنعين تماما بان مصر بتتمتع بنخبه من القضاه اللي بيؤمنوا فعلا بالعداله وبتطبيق القانون بعدل، وفي نفس الوقت الدولة مؤمنة باستقلال القضاء. ودي نقطة مهمة جدا ان الرئيس بيأكد دوما على عدم التدخل في الشأن القضائي، وده أمر مهم. لكن احنا دائما عايزين ايه؟ الناس دائما بتطلب بايه؟ بالعدالة الناجزة، لان احنا عندنا الكثير من الأحكام القضائية التي لم تنفذ حتى الآن، فاحنا لابد من تطبيق التعديلات القانونية أو ما طرأ على من التعديلات القانونية بحيث تكون هناك عدالة ناجزة، ما نتأخرش في تنفيذ الأحكام. دايما الناس بتتكلم بتقول إيه؟ إن إحنا عندنا قضاة في مصر عظماء، القضاء شامخ، القضاء بيتمتع بشفافية مطلقة، القضاء بيلتزم بالعدل وتطبيق صحيح القانون، ولكن إحنا مش عايزين العدالة البطيئة. إحنا عايزين عندما تحدث عملية إرهابية لابد ان يعدم الارهابي فورا، يبقى في زي ما بنقول ان في محاكم متخصصه للارهاب. احنا عايزين ده يظهر في النور ونرى ان الارهابي ما يمرش عليه اكتر من 3 أو 4 أشهر حتى يواجه بالعقاب والقصاص والاعدام. اذا لابد ايضا من تعديل قوانين وايجاد قوانين ناجزه ايضا. ما لابد من القاضي بيعمل ايه؟ القاضي بيطبق القانون. صحيح، القاضي بيطبق القانون، فلابد ليه من قانون يساعده على تحقيق هذه العداله الناجزه. بالظبط، وفي نفس الوقت في مراحل قضائيه، في مراحل للقضاه. احنا لحد النهارده بص يصدر حكم الاعلام ثم بالاعدام ثم تعاد المحاكمه من جديد. احنا اذا عايزين العداله الناجزه. دايما زوجة الشهيد أو أبناء الشهداء عايزين القصاص والقصاص الفوري، لكن إحنا عايزين نطبق العدالة، العدالة الناجزة اللي هي بتشفي غليل الناس، اللي هي بتطبق القصاص. فإحنا في ظل الظروف اللي بتعانيها مصر من أعمال إرهابية وغيرها، ولأن مصر مستهدفة سواء في الداخل والخارج، فعندنا بعض الجماعات يعني بنشوف إحنا النهارده بننتظر عمليات إرهابية كل يوم. صحيح. والحمد لله عندنا أبطال في القوات المسلحة وأبطال في الشرطة، في مكافحة فعلية للإرهاب، في قوة ضربة للإرهابيين. لكن إحنا عايزين في نفس الوقت العدالة الناجزة. إن كان مشهد مؤثر جدا
لما وده عجبني جدا موقف الرئيس الإنساني عندما اهتم بمصافحة النجل خريج كلية الشرطة ابن الشهيد البطل مأمور اسم الكرداسة السابق. كانت لفتة إنسانية والرئيس عايز أسلم عليه وصافحه الرئيس. لكن في نفس الوقت احنا بنقول ايه؟ ان كل واحد من دول هو مشروع شهيد، لكن احنا عايزين نحافظ على ابنائنا بالتصدي للارهاب بمكافحته، مش فقط بالقوه، لا ايضا بالقانون، بالعداله. بمعنى ايه؟ بالعداله الناجزه. فاحنا بنقول ان الخطوات اللي بتتخذها مصر، احنا بقى هنا بنقول ايه؟ بنقول في مصر قضاء شرفاء، ولكن عايزين العداله الناجزه والتخلص من العداله البطيئه اللي بتدي فرصه لاستمرار العمليات الارهابيه او التخطيط لعمليات ارهابيه جديده. لكن في الحقيقه مصر في ظل هذه التحديات في الداخل والخارج الا انها قطعت شوط كبير جدا، بل تكاد تكون الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي هي بتتصدى للارهاب، مش عايز اقول بمفردها، لكن هي القوه الضاربه للارهاب على مستوى العالم. صحيح. بتشوف قد ايه عمليات ارهابيه بتجري في سيناء بيتم احباطها، بنشوف قد ايه. انا بسعد جدا لما بحس بان مصر مؤمنه، اجواء مصر مؤمنه، بتشوف الطائرات وهي بتمشط سيناء وبتضرب اوقار الارهابيين. في شغل على ارض الواقع، لكن في نفس الوقت احنا بنحتاجين تعاون المجتمع الدولي لمكافحه الارهاب، لان مصر لا تستطيع وحدها ان تواجه الارهاب. احنا نعم بننجح في مواجهه الارهاب في الداخل، لكن احنا عايزين الارهاب نكتس جذور الارهاب، نمنع مصادر التمويل للارهاب، نمنع الملاذات الامنه للارهابيين. يمكن الرئيس يمكن شخص الارهاب وشرح الارهاب بالتفصيل، حط استراتيجيه كامله للارهاب امام المجتمع الدولي. خلينا هنرجع بالتاكيد لموضوع الارهاب في خبر لاحق، ولكن خلينا ننتقل لجريده المصري اليوم ونقرا منها: صلاحيات موسعه واختصاصات جديده للرقابه الاداريه، مركز تدريب لمكافحه الفساد وعدة أجهزة داخل الهيئة. يمكن ده من خلال موافقة مجلس الوزراء على توسيع صلاحيات واختصاصات الرقابة الإدارية من خلال تعديل بعض القوانين. ما هي الصلاحيات الجديدة للرقابة الإدارية؟ شوف أنا هقول لك حاجة، الرقابة الإدارية في الحقيقة يمكن على مدى الشهور الأخيرة ظهر نشاطها الواضح جداً في مكافحة الفساد وتعقب المجرمين، ونجحت في تحقيق عدة ضربات استباقية، وشاركت في العديد وكشفت مجموعة من الفاسدين في المجتمع في مختلف التخصصات. الكم الفساد اللي في الزراعة، الرقابة الإدارية، شفنا في الزراعة، شفنا في على مستوى الجامعات، شفنا على مستوى الشركات، شفنا حتى على مستوى المواني. إذا مجموعة من الأنشطة المتعددة لهيئة الرقابة الإدارية نجحت من خلالها في كشف الفساد والمفسدين واعاده مليارات الجنيهات التي كانت مهدره. هل ده استدعى ان يحصل توسيع لصلاحياتها؟ التوسيع بقى الصلاحيات طبعا يمكن شفنا هو في تعديل في القانون، يمكن مجلس الوزراء وافق عليه، منه ان هو انك انت اول حاجه ان هيئه الرقابه الاداريه هيئه مستقله، ان العيل رئيس هيئه الرقابه الاداريه رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات بعد موافقه البرلمان. كل ده جديد. ايضا الاهم ما في الموضوع ايه بقى؟ التوسع في الاختصاص من ناحيه ايه؟ انك انت كمان هتسمح بانشاء اكاديميه من خلال هيئه الرقابه الاداريه لمكافحه الفساد، تتولى التدريب والتثقيف، حتى من حقها تمنح درجه الماجستير في ماجستير او دبلوم في مكافحه الفساد. اذا فانا بقرا ان تطوير هيئه الرقابه الاداريه شيء مهم جدا للكشف الفساد وتعقب المفسدين، وفي نفس الوقت ان انت الوعي ضد الفساد، تدريب كوادر جديده، بحيث انك انت تتوسع في الصلاحيات اللي بتمكن في كشف المفسدين والفاسدين. فانا اعتقد ان هذه التعديلات كانت ضروريه جدا للمزيد من الصلاحيات لهيئه الرقابه الاداريه بعد ان ثبت نجحها في الكشف من كشف العديد من الجرائم. ففي الحقيقه يمكن انا من خلال بنتهز المنبر كل الاعلام العظيم ان انا بوجه التحيه لرجال هيئه الرقابه الاداريه، لانه بالفعل على مدى الشهور الاخيره بذلوا جهود ضخمه جدا
ضخمة جدا في الكشف الفساد بالتعاون طبعا مع أجهزة الدولة الأخرى سواء كانت متعلقة بمكافحة التهريب أو كشف الفساد. نعم، أيضا من ضمن الصلاحيات الجديدة هو كما يقول الخبر إنشاء مركز تدريب، ما أنا قلت له الأكاديمية مكافحة اللي هي الأكاديمية هو تمام. طيب يبقى نروح لجريدة الجمهورية ونقرأ من صفحتها الأولى أيضا، حصار دبلوماسي على إمارة الخيانة، مصر تمنع القطريين بدون تأشيرة والسعودية تقول لن نتساهل مع تمويل الدوحة للإرهاب، والإمارات تقول لدينا تسجيلات تثبت تورط نظام تميم في قتل جنودنا في اليمن. دي حقيقة تطورات سريعة بتشهد هذه طبعًا القضية. طبعًا هو أول حاجة طبعًا لما يجي ناخد الإجراء الأول من ناحية إنك أنت لا تسمح بدخول قطريين مصر إلا بتأشيرة مسبقة. ده كان شيء ضروري جدًا وإجراء أنا بعتقد في توقيته جدًا، لأنه في الحقيقة لكن على فكرة القرار ليه تفصيلات أخرى. يعني مثلا المتزوجه مثلا لو مصريه متزوجه من قطر هنسمح بدخوله، يعني في ايضا عوامل انسانيه متضمنه هذا القرار. ما بنمنعش كده، لا، في جوانب انسانيه بيراعيها ايضا القرار. لكن الاصل هو لابد من الحصول على تاشيره مسبقه لاي قطري لكي يدخل مصر. وده قرار صائب وسليم، لانه في الحقيقه قطر أدمنت الإرهاب. يمكن شفنا إنه الدول العربية الأربع سواء كانت السعودية أو مصر أو الإمارات أو البحرين عبرت عن نفاس صبرها تجاه قطر، ولم تتخذ قرار المقاطعة إلا بعد عمليات ضبط نفس استمرت فترة طويلة، وبعد أن نقضت قطر تعهداتها ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من قبل. ويمكن هذا ما أكده السفير أحمد القطان، عمل حوار كبير النهاردة في جريدة الجمهورية، حوار عجبني جدا، كلام أكد على استمرار قطر في تمويل الإرهاب وأنه نفاس صبر الدول العربية من ناحية قطر، وأن قطر بتمول الإرهاب وبتحول قطر إلى ملاذ آمن لكل الإرهابيين، وفي نفس الوقت أنها زي ما ذكر الخبر أيضا إنها ثبت إنها طبعا لعبت دور كبير جدا في قتل مجموعة من اللي شاركوا في التحالف العربي في اليمن عن طريق، يعني بيشتغلوا كمان عملية استخبارات لصالح استخبارات أجنبية. فأنا بعتقد يعني 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 ما اتخذ تجاه قطر وكان ضروري جدا، لأن قطر في الحقيقة يمكن هي الداعم الأول للإرهاب في العالم، بجانب زي احنا شفنا محور الشر سواء كانت تركيا أو إيران مع قطر. ويمكن أنا عجبني جدا اللقطة اللي بيقولوا فيها، يمكن أحد السفراء صرح قال نقطة مهمة جدا، ويمكن بعض الوزراء أيضا في الدول الأربع أكدوا عليها، أنه رهان قطر بالتدخل الخارجي هو رهان خاسر. لأن الدول العربية التدخل الخارجي لصالحها رهان خاسر، لأن الأزمة العربية لابد أن تكون عبر الحل العربي. صحيح. وان ما فيش دوله هتقدر وما فيش قوه خارجيه هتستطيع ان تلوي دراع دول اربعه زي مصر او السعوديه او البحرين او الامارات، بدليل المحاولات الامريكيه والفرنسيه لرأب هذا الصدع وفشلت. كله فشل. فاذا الدول الاربعه مصره على اعاده قطر او تصويب قطر واعادتها الى رشدها، وعلى قطر ان تتعظ وتتعلم وتتخلى عن دعمها للارهاب. قناة الجزيرة اللي هي الذراع الإعلامي لقطر، أنا أعتقد إن يمكن معظم الشعوب العربية بدأت تنحصر عنها وتهجرها، وبعد أن تم كشفها وإنها فعلا بتدعو إلى الإرهاب بشكل واضح، وكانت سببا مباشرا في إثارة الفتنة وزعزعة استقرار العديد من الدول العربية. في الحقيقة إحنا محتاجين أيضا عقوبات تاني، ولم نكتفي بهذه العقوبات المؤقتة ضد قطر لأنها تسببت في الكثير من الضحايا على مستوى الدول العربية، سواء في العراق، سواء في سوريا، سواء في الخليج، سواء في مصر. في الحقيقة لعبت دور قذر في دعم الإرهاب وبث الشائعات
وتأليب الشعوب على حكامها في بعض البلدان العربية. صحيح. كل هذه الأدوار الخبيثة لعبتها قطر، وهي متصورة أن علاقتها ببعض الدول زي أمريكا وبريطانيا وغيرها هتحميها. لا، لكن في النهاية بنقول أنه حتى ترامب، يمكن أنا بعتقد أن ترامب تخلى إلى حد كبير عن قطر بعد أن ثبت وتأكد واقتنع أنها ممول رئيس الإرهاب وأنها داعم رئيس الإرهاب. صحيح. وأنها شاركت في العديد من العمليات الإرهابية. صحيح. وأيضا ما زالت بتوفر ملاذات أمنة. يعني حتى لما ظهر التعديل بتاع، لما رفضت قطر المطالب ال 13 بتاعت الدول الأربع، حاول يقترحوا يقول لك بدل مثلا ما نقول إيه تسليم الإرهابيين للعدالة، قال لك طب احنا نطردهم مثلا. الاقتراح الوارد كان طرد القرضاوي الى تركيا. طرد؟ ما احنا مش هنعرف نستلم. اذا حتى في مناورات وفي الاعيب لابد ان تتوقف. يا قطر عشان تعودي للحضن العربي لابد ان تتخلي عن الارهاب. صحيح. يعني عشان تعودي للبيت العربي لابد ان تتخلي عن لابد بالظبط كده. اسمح لي ان اتوقف دقائق استاذ حسن لمتابعه بعض مجموعة من أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد هيقدمها لنا زميل مصطفى مزار، ونرجع لكم لاستكمال حوار. أشكرك مصطفى على هذه الوقفة الاقتصادية، وأرحب بكم مرة ثانية، وأرحب بضيفي الأستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. أهلا بك مرة ثانية أستاذ حسن. أهلا. خلينا نروح لجريدة الأخبار ونقرأ أيضا في رسالة شديدة اللهجة: القاهرة تبلغ واشنطن استياءها من تحذيرات السفر. يمكن واشنطن ما زالت تجدد هذه التحذيرات من وقت لآخر بشكل يوحي بأن مصر ما زالت بلد غير آمن وغير مستقر على المستوى السياحي. ما هي طبيعة اللهجة اللي وجهت مصر بها هذه الرسالة؟ يعني ما جاء في التحذيرات هي مستفزة جدا. ليه؟ وانا اعتقد ان وزاره الخارجيه لما كان من الطبيعي انها تطلع بيان بهذا الشكل. ليه؟ لان ما ورد في التحذيرات انه بتبين اولا اشارت الى بعض العمليات الارهابيه، وان هذه العمليات قديمه ولكنها توحي بانها جديده، وده شيء غلط، لانه برضو اظهرت على انه مصر دوله غير مستقره. رغم أنها قبل كده أشارت إلى دور مصر الكبير في مكافحة الإرهاب، وأن مصر بتعاني، وأن مصر أصبحت مستقرة وقضت العديد من العمليات الإرهابية. فطبعا الكلام كان مستفز أنها تجدد تاني هذه التحذيرات، ده شيء مزعج جدا. وده اللي أزعج وزارة الخارجية المصرية، وعندها الحق في أنها تطلع هذا البيان، لأنه فعلا مصر إحنا لعبنا دور كبير جدا في مكافحة الإرهاب. مصر أصبحت كل يوم بتحبط عمليات جديدة في الإرهاب. مصر أصبحت الحمد لله بالنسبة للسياحة مستقرة إلى حد كبير. فلما تيجي في هذه هذا التوقيت، إذا كانت مصر تتعرض لبعض الحوادث، فكل العواصم العالمية بتتعرض لمثل هذه الحوادث وأكثر. وهناك فرق بين، وده بقى المشكلة اللي أزعجت وزارة الخارجية، هناك فرق بين الجماعات الإرهابية وجماعات المعارضة. هنا في خلط بين الاثنين. في فرق بين جماعيات المعارضه المسلحه وجماعات المعارضه السياسيه. يعني وفي فرق بين جماعات الارهاب المصنفه ارهاب. احنا عندنا في بعض الجماعات الارهابيه في سيناء، لكن مصر قومتها ومصر حاربتها. يبقى اذا يجب ان تكون بيانات الخارجيه او تحذيراتها واقعيه ولا توحي بغير الحقيقه. المفترض ان هذا، لكن انك انت تروي الحقائق وتدعي ان مصر أو توحي بأن مصر غير آمنة نتيجة العمليات الإرهابية، وأنه ما زالت هناك عمليات إرهابية، وأنه الجماعات وتوصف الجماعات وكأن الجماعات الإرهاب دي منتشرة في كل أنحاء مصر، ده ما ينفعش. لأن مصر آمنة، وشفنا يمكن ما حدث في الغردقة مؤخرا، الحمد لله لم يؤثر على السياحة في الغردقة، والسياحة مستمرة ومتدفقة. ويمكن السياحة يمكن خلال 3 شهور اللي فاتوا تعافت الى حد كبير، يعني بدات في التعافي، بدات فعلا. ومصر بدات تدي تيسيرات في المطارات المصريه لجذب الطائرات الشارتر اللي بتنقل افواج السياحيه. فانا بعتقد ان كان بيان وزاره الخارجيه للرد على
التحذيرات الأمريكية من ناحية السفر كانت مهمة جدا، لأن مصر آمنة، مصر أصبحت إلى حد كبير مستقرة، مصر قضت على أكبر عدد من جماعات الإرهاب، ويمكن أكثر من 90% من الجماعات الإرهابية تم التخلص منها على أرض سيناء. وعلى فكرة لقوا مصر مستمرة. يمكن أنا تعجبني جدا مواقف الرئيس السيسي في أنه في مخاطبته للعالم الخارجي، وبيبين الدور البارز اللي بتقوم به مصر سواء كانت قوات مسلحة أو الشرطة في مكافحة الإرهاب. وده على فكرة غير بنسبة كبيرة جدا في رؤية الغرب ناحية المنطقة العربية أو ناحية في موقفهم في التصدي للإرهاب. طيب فأنا أعتقد أن كان للرئيس السيسي دور بارز جدا في ترسيخ مفهوم مكافحة الإرهاب لدى الرئيس الأمريكي ترامب نفسه. طب هذه التحذيرات المستمرة من واشنطن كيف تؤثر على العلاقات بشكل عام ما بين مصر وأمريكا في ظل نمو هذه العلاقات في الفترة الأخيرة وجودة هذه العلاقات ما بين الرئيس السيسي وترامب؟ هل تؤثر هذه التحذيرات؟ لا، أنا أعتقد أن العلاقات بين الأمريكان استراتيجية جدا، والعلاقات والكيمياء اللي موجودة بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي صحيح. أنا أعتقد لن تتأثر بمثل هذا الكلام. لكن هي ده، لكن المطلوب أن تكون هناك حقائق، أن احنا نرسخ الحقائق ولا نوحي بأي كلمات قد تؤثر على السياحة الأمريكية إلى مصر أو السياحة الأوروبية إلى مصر. لأن أنت عارف أن أي تحذيرات للسياحة تصدر من الجانب الأمريكي بتأثر على السائح الأوروبي صحيح. فده اللي احنا بيخلينا بيدفعنا للاهتمام. وأنك أنت دلوقتي في مرحلة لابد أن احنا محتاجين أيضا، أنا بقى أناشد وزارة السياحة أنها تتحرك أكثر على المستوى الخارجي، لابد أن تبين الدور المصري بتقوم في مكافحة الإرهاب، لابد أن تؤكد على استقرار مصر وترجع مكاتبنا السياحية في الخارج تنشط، لأن احنا في أمس الحاجة لأي سائح يأتي على أرض مصر. أيضا أنا بعتقد أن من الممكن جدا على الزميل الصحفي الكاتب الصحفي دي أرشوان عندما اللي تولى مؤخرا الهيئة العامة للاستعلامات أنه ينشط بقى دور الهيئة خارجيا ويقدر يصحح الصورة ويصحح المفاهيم لدى الأجانب، لأنه ممكن أيضا بجانب وزارة السياحة أن يلعب دور في جذب السياحة المصرية عبر مكاتبنا في الخارج. نعم. طيب خلينا نرجع لجريدة الأهرام ونقرأ منها أيضا بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. الملا يقول بدء النشاط البترولي في مناطق جديدة باستثمارات 750 مليون دولار. ده مثلا هذا الخبر هو بيأكد على الجوانب الإيجابية لاتفاقية ترسيم الحدود بيننا وبين السعودية. سيبك بقى من تيران وصنافير واللغط اللي اتعمل ده اللي الناس بتستغله وبتبص شائعات حول هذا الموضوع، لكن من المؤكد ان هناك ايجابيات لاتفاقية ترسيم الحدود، منها انك انت بدأت تعمل اتفاقات مع بعض الشركات منهم شركة بريطانية وشركة امريكية في التنقيب والبحث عن البترول في البحر الاحمر. ولولا اتفاقية ترسيم الحدود ما استطعت أن تحقق هذه الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية. ولما تيجي إذن مبدئيا حوالي 750 مليون دولار دي قيمة مهمة جدا، ودي أولا بتوفر لك فرص عمل، ثانيا بيتفتح لك مجالات للبحث عن تنقيب البترول، ثالثا من المؤكد إن حتى أنك هتتوصل لاكتشاف حقول جديدة هتضر عائد على الاقتصاد المصري. إذن ففي جوانب إيجابية لهذه الاتفاقية هتصب في خدمة البلدين سواء مصر أو المملكة العربية الشقيقة السعودية. صحيح. طيب نروح لجريدة الجمهورية. أماكن خالية بالطب البيطري والتجارة والعلوم والتربية أولى تنسيق تنتهي اليوم، والتظلمات تنصف 50 طالبا والزيادة بين نصف درجة ودرجتين. كل عام بنتعرض بالتأكيد لهذا الخبر، قضية التنسيق والأماكن الخالية بالكليات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمعاناة اللي بيعانيها يمكن الطالب المصري والأسر المصرية. هو النهاردة طبعا آخر فرصة للاستلامات، لأن النتيجة هتبان يوم الاثنين نتيجة تنسيق المرحلة الأولى. في الحقيقة يمكن احنا بنهني كل ناجح في الثانوية العامة، ونتمنى ان كل واحد طالب في الثانوية العامة يحقق رغبته ويلتحق بالكلية اللي هو بيتمناها او بيرغبها. ولكن في الحقيقة التنسيق هو المعيار الوحيد في تحديد التحاق الطالب بالكلية. ويمكن هنا وزارة التربية والتعليم حذرت من عدم الترقية، يعني الدقة في
كتابة الرغبات، في كتابة الرغبات، لأنه مش هسمحه بالتراجع بعد كده، مش هتعرف تغير. فده مهم جدا انك الدقه، يعني مثلا على سبيل المثال اللي عايز يروح كليه التجاره يكتب جميع كليات التجاره في مصر، لانه خاصه البنات ان من الممكن جدا البنت تنقل، لو جالها جامعه اسيوط ممكن تنقل الى جامعه القاهره لو جالها كليه التجاره مثلا على سبيل المثال. لكن احنا بنقول ايه؟ ان وفقا لتصريحات وزير التعليم بانه في الحقيقه الحد الادنى للقبول بالكليات قل عن السنه اللي فاتت، وانه هتستمر في المرحله الثانيه بعض الكليات زي كليه التجاره وكليه الطب البيطري موجوده في المرحله الثانيه. لكن احنا عايزين نقول ايه؟ انه مش كل واحد هيلتحق بكليه الطب او بكليه القمه ده هيبقى ناجح، لا، احنا عايزين نقول ايه؟ لا تيأسوا، لا تحبط اذا ما جاتلكش الكليه اللي انت عايزها، لان النجاح بيبقى نجاح في الحياه، نجاح في العمل اللي انت هتنتجه فيما بعد. لكن بصفة عامة لابد من إعادة النظر في نظام الثانوية العامة ونظام الالتحاق بالجامعات، لأن لابد أن تكون كل واحد يتقدم للجامعة اللي تتمشى مع قدراته، تتمشى مع موهبته، إن أنا أختار التخصص اللي أقدر أنجز فيه، أقدر أبدع فيه. يعني ممكن كتير جدا بيلتحقوا بكلية الطب نتيجة المجموع ثم بيكون طبيب فاشل لأنه ما بيحبش مهنة الطب. عندنا احنا في مجال الإعلام ومجال الصحافة في أطباء كتير وفي مهندسين نجحوا في الصحافة ولم يمارسوا مهنة الطب مطلقا. إذا فالعبرة بالممارسة الفعلية وإنك تستفيد من موهبتك في حياتك العملية، فالنجاح في الحياة وليس في الالتقاء التحاق بكلية معينة، عشان محدش إذا جات له الكلية اللي بيرغبها إذا لم يتمكن من الالتحاق بالكلية اللي هو عايزها يصاب بإحباط، لأ، الحياة ممتدة، الفرصة أمام أي فرد أو أي طالب لم يحقق رغبته أو أمنيته في الالتحاق بالكلية اللي عايزها، أمنية المجال مفتوح للنجاح في الحياة وليس فقط في كليات القمة. فإحنا بنقول لكن لابد بقى إن إحنا إيه؟ أنا ما بيعجبنيش جدا عمليه التوسع في الكليات النظريه، احنا لابد ان نهتم بالتعليم الفني. انا عندي امل في الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم انه فعلا هيتوسع في التعليم الفني، وده اتجاه صائب جدا. نشوف قد ايه جميع دول العالم المتحضر اعتمدت على التعليم الفني لانه عصب الصناعات، هو اللي بيوفر فرص عمل. النهارده انا بعرف العديد من رجال الاعمال الكبار بيقول انا مش لاقي عمال، بدور على العمال الحرفي والمهني مش لاقي. انت النهارده بتدور على سباك مش لاقي، غير الاسماء. انا مش عايز الطالب اللي يلتحق بالجامعه ويخش الكليه حتى لو كانت لا تتوافق مع رغبته وموهبته بمجرد انها تكون رخصه للزواج او مركز للوجهه الاجتماعيه. صحيح. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين تبقى الكليات والدبلومات هي مؤهلات لسوق العمل. عايزين عمالة حقيقية وإنتاج حقيقي. بخرج الكادر المؤهل لسوق العمل. فلا بد من إعادة منظومة الثانوية العامة بشكل عام. وبقول تاني، بقول الطالب الذي لم يستطع أن يحقق رغبته في الالتحاق بالكلية التي يتمناها، بقول له لا تيأس، المساحة مفتوحة، الأمل قائم، النجاح مش مقتصر على الكلية اللي بتحبها بس، قد تجد موهبتك في كلية أخرى أو في عمل آخر. وأنا أديتك أمثلة كتير من النجوم الفنانين أطباء لم يمارسوا الطب ونجحوا في السينما. يحيى الفخراني ما نجح في السينما ولم ينجح في الطب، وكان طبيب. عادل إمام ما بقاش مهندس زراعي ولكن بقى زعيم في مجال السينما. صحيح. يعني إذا النجاح في الحياة في العمل اللي بتحبه مش في الكلية اللي بتلتحق بيه. صحيح. خبر أخير وسريع من جريدة المصري اليوم، طارق قبيل يقول باستثمارات 5 مليون دولار أول مصنع في مصر لإنتاج الأستيكة وقلم الرصاص. والله أنا ضحكت لما قريت الخبر ده. أنا مش عارف أضحك ولا أنا ضحكت بصراحة. دولة فيها ملايين الطلاب وملايين الموظفين اللي بيستخدموا القلم والأستيكة وما بتمتلكش قلم ولا أستيكة بنستوردها، ده مش حاجة تضحك. عموما أهو خطوة على الطريق، ربما ننجح في انتاج القلم والاستيكة. النهارده في بعض دول كانت اقل مننا ودول فقيره بتنتج السيارات كامله، واحنا النهارده بنبحث في انتاج القلم والاستيكة وبنستثمر في انتاج القلم والاستيكة. على كل حال خطوه على طريق انتاج السيارات، خطوه على طريق انتاج.
بشكرك في النهاية شكرا جزيلا الأستاذ حسن الرشيدي الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية، سعدت بصحبتك في هذه الجولة الصحفية. أشكرك. ربنا يخليك. شكرا. أشكرك. ومشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لختام حلقة النهاردة من هذا الصباح، نرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بكل محتوى هذه الحلقة. غدا بإذن الله بالتأكيد هناك حلقة جديدة ومع أسرة عمل جديدة، فإلى اللقاء.